فقرات جديدة. وأكيد اليوم مثل ما الأسبوع الماضي حكيت عن موضوع كتير مهم صرنا ما فينا نعيش بلا، اللي هو موضوع التكنولوجي، وصرنا نقول الحمد لله الله يخلينا جوجل مابس اللي صارت بتهربنا من عجقات السير، إنما أيضا بدنا نقول إنه التكنولوجي أوقات مش مفيدة لإلنا. صحيح كل تليفوناتنا سمارت فون، بس نحن كمان بدنا نتذاكى عليهم أكثر، لأنه فعلا صرنا بنحس حالنا ما بقى قادرين نعيش بلاهم. هيدي الأدكشن اللي صارت موجودة عندنا للأسف، كل شيء بيزيد عن حده بصير إدمان، وهذا الشيء اللي دائما بنقوله كلنا بدون استثناء، ثلاث ارباعنا اذا بدكم نقول تقريبا بنشيك على تليفوننا 47 مره بالنهار. هيدي الاحصاء انعمل بامريكا مؤخرا، وبيقولوا انه تقريبا ثلثين من الاشخاص بالعالم بشيكوا على تليفونهم اول ما يفيقوا تقريبا بعد ربع ساعه. هذا مش قبل، لانه اكيد بيكونوا بالاول طفوا الالارم، وهذا ما فينا نعيش بلي، مش مشكل الالارم، هذا اساسي وصار موجود داخل تليفوننا، انما ايضا دغري اول شيء بشيكوا عليه هن المساجات اللي وصلتهم بالليل او المساجات اللي عم بتحضروا لها بالنهار. وهذا الشيء فعلا صرنا بنقول اكيد بيسهلنا حياتنا، بس كمان بيصعبها، لانه صرنا حاسين حالنا بلا تليفوننا ما فينا نعيش. وانعمل كثير دراسات عن اشخاص حاولوا قد ما بيقدروا يبعدوا عن تليفونهم، اوقات بيسافروا حدا بقشطهم التليفون، في منهم حتى الاشخاص المتعلقين كثير بتليفونهم، حتى دكاتره واشخاص بيشتغلوا بمراكز عاليه ومراكز اداريه حسوا حالهم صاروا يبكوا انه حدا قشطهم تليفونهم، شو بدنا نعمل؟ ونطروا لحتى يرجعوا حتى من السفر بدوروا دغري التليفون لحتى تبلش تهر عليهم المساجات، الايميلز، الاشياء على الفيسبوك، الامور على موجوده على الانستغرام، على الواتساب، وايضا كل العمل اللي بيكون ناطرهم الايميلز كلها اللي بتنزل تا 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 بينزل على التليفون، وبتصور كثير منكم بيعيشوا هذا الشيء. حتى بنحس اول ما بتنزل الطياره كل الناس بدوروا تليفوناتهم، بلش نسمع اصوات رنه التليفون ورنه الاتصالات وايضا رنه المساجات، وهذا الشيء اللي لازم دائما نفكر فيه انه كل شيء بالاعتدال، مش بس بالاكل وبالامور اليوميه، انما صار في ناس بيعتبروه اهم من حيا الله شيء. بتلاحظوا على حالكم بنفوت كلنا على المطعم، عندكم واي فاي؟ عندكم شيء دغري بدنا نتصل فيه؟ عندكم امور مفروض نكون دائما موصولين بالعالم الخارجي؟ هذا الشيء اكيد اساسي لنا، ما فينا نعيش بعيد، يعني نحن بنقول كيف كنا عايشين قبل الانترنت، كيف كنا عايشين قبل التليفون الموبايل، هذا الشيء يعني كمان اهالينا بيفكروا فيه، نحن هلا دغري بس بلشنا نكبر دغري كان التليفون بين ايدينا، انما كل هالامور اللي بتسهلنا حياتنا بتصعب لنا اياها كمان للاستغناء عنها اذا كثرت بحياتنا اليوميه. وصلتني نكته من يومين حدا عم يسال الثاني، قال له دخلك كيف كانت حياه جدي وستي قبل ما يكون في انترنت؟ قال له ما بعرف، بس رح اسال خالاتي واخوالي 18 لحتى اعرف شو كانوا يعملوا قبل الانترنت. هلا ما بدنا نقول لا، هلا واحد بيحضر تلفزيون بيعبي وقته باشياء ثانيه، بيكون عنده شغله، بس حتى اشخاص بيكونوا نايمين حدهم تليفونهم، واذا كان عندهم كمان بيجر بحطوا كمان البيجر حدها. لهالسبب دائما ننتبهوا وكلنا ننتبه على هذا الموضوع، الديجيتال ديتوكس مثل كل المواضيع الثانيه، يعني مثل الاكل ديتوكس، مثل الاشياء اللي ما بتكون مفيده لنا، هيدا كثير اساسي. نجرب قبل ما ننام تقريبا شي ساعه ونص نبعد عن التليفون، واول ما نفيق شوي ناخذ نفس قبل التليفون. بقى هدول الامور بدنا نجرب نتفاديها، ونحس اوقات بياخذ لنا وقتنا لكثير يفيدنا، بس كمان اوقات بياخذ لنا وقتنا هيك على الفاضي ليضيع لنا وقتنا وليفرجينا اشياء مش حلوه وليفرجينا امور اوقات نحن مش بحاجه نشوفها. بس بالنهايه حياتنا صارت سمارتر فيه، بس نحن مثل ما قلنا بدنا نكون اذكى منه. صباح الخير.